السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الخير، مساكم بالخير، أزول في اللون. بونجور بونسوار ميسيو دام، جيسبر راكم لاح. أنا الحمد لله على بالي غبت، يقولك الصمت حكمة، يعني نشوف قاع واش راه صاري. كما يقولوا سكت باش ناخذ وقتي ونعرف واش نهضر. دونك هاد لا فيديو تاع اليوم نهضروا على الانتخابات تاع غدوة ان شاء الله في الجزائر. انا نهضر مع الشعب الجزائري هكذا، باسكو هو الصح في الجزائر. احنا في ليطونجي هنايا اون فوتوي، مي ما عندناش كيما يقولوا ما عندناش بوا صحيح، كوا كوني تري امبورطون. مي في الجزائر الناس قاع تعس في الجزائر، اسكو الشعب الجزائري يروح يفوتي ولا لا لا. وهاد الكارطة هادية يلعبوا بها كل اعداء الجزائر، تاكلين ويحرضوا وتاكلين ويحرضوا الشعب الجزائري باش ما يروحش يفوتي، باش ينحيوا لا ليجيتيميتي الغوفرنمون الجزائري في العالم، باش يولي ما يقدرش ينترفوني على لا فلسطين ولا على الصحراء الغربيه. صافي الكلمه تاعو تنقص، يقول لك غدوه يقولوا له انت ما راكش ليجيتي، ما فوطاش عليك الشعب، ما حبش يروح يفوتي. صافي تي بويكوتي من الشعب ديالك، وما حابين يفرقوا بين الدوله والجيش والشعب الجزائري، الشعب تاع البلاد. اليوم الجزائر ما تسحقش جيش، ما تسحقش راجل، غدوه ان شاء الله الجزائر ما تسحقش الجيش وما تسحقش رئيس. الجزائر غدوه تسحق الشعب ديالها، ماشي الرئيس اللي يسحق، ماشي الجيش اللي يسحق، الجزائر هي اللي تسحق الشعب تاعها غدوه. دير الشعب لازم يوري الاعداء باللي الشعب واقف على بلاده، حتى ولو عنده لي ريزيرف على الدوله ولا كذا، ولكن كي تكون الجزائر في خطر لازم كامل تلاحمو. كما وريناها في ماتش فوتبال تاع اوندورمان، برك هذا ماتش فوتبال تلاحمنا كاع، نسينا كاع السياسه، ولينا نحوسوا على الانتيري تاع البلاد كيما يقول لك والقيمه تاع البلاد، مش ماشي اللي يجي يسبنا واللي يجي يدير واش يحبنا ويحرق العلم تاعنا كيما داروا مصاروه. هذه اوني دون ميم كونتكست. مالوريزمون كاين بزاف العديان تاع البلاد اللي حابين يطردوا الجزائر، البلان تاعهم هذا هو سي فير امبلوزي لالجيري. والعديان هادو كثروا، ستادير المروك، اسرائيل، المالي بركاتيك في الساحل، الليبيين تاع حفتر كانوا يهضروا هكذا، اسرائيل يهضروا هكذا، بالالجيري هاد لي زيليكسيون هادو ما لازم نطربقوهم. ومنهم دي زالجيريان كيما المغاربيه، كيما انور مالك هذاك وليد كبير وعبود هشام، كيما هاد الناس كامل اللي حابين يطردقوا، كيما رشاد حابين يطردقوا لي زيليكسيون هادو، ما لازمش يكونوا، ويسموا روحهم معارضه تاع الخارج هكذا، معارضه تاع الخارج، واللي يهضروا باسمنا. الوغ حنا ما نهضرش على باسمنا، لا دياسبورا الجزائريه، نو ماكش دياسبورا الجزائريه هكذايا. جوستومون احمد بن سعاده كتب لنا ارتيكل اليوم باش ريبوندا على الجورنال لو ديفوار، لو جورنال لو ديفوار تاعنا تاع كندا، اللي خدا ثلاث عباد برك، هذاك راهو فرح، خدا عمر كتوف وخدا مولا هذايا، اوكي في ثلاثه سمع لهم وكتب ارتيكل على الجزائر، يضرب في الجزائر ولي زيليكسيون تاع الجزائر. تيوا استدير ريبوند لهم محمد بن سعاده. نحط لكم نارتيك من تحت تقراوه ان شاء الله، نوريه لكم، نحط لكم نارتيك تقراوه بعقلكم خير، ونحط لكم نارتيك تاع لو ديفوار كانا. هذا هو الارتيك اللي دارو محمد بن سعاده، بروفيسور محمد بن سعاده، هاوليك دو لا ديونتولوجي جورناليستيك دو مسيو فابيان ديغليز. هذا فابيان ديغليز هو اللي كتب النارتيك هذا، نحط لكم من تحت تقراوه ان شاء الله، ونحط لكم معاه تاع يعني باش تشوفوا باللي كامل حابين يخسروا هذه الانتخابات هادوم، باسكو اي سون كروسيال مع لا جيوبوليتيك وصرا وصاريه في العالم. لي بوزيسيون تاع الجزائر اللي بعتوا بابور نتاع الغاز بعتوه للبنان، ولبنان عم سوجو امبارغو، الجزائر كوراج بعتوا لهم، نبعتوا لخاوتنا اللبنانيين الغاز باش ندير لهم تريسيتي. وهذا نوع من المساعده للمقاومه، خاطر كيكون بلاد فيها مقاومه ما فيهاش تريسيتي ستادير سي غراف. انتو كيفاش؟ دونك حنا وقفنا وقفنا وقفة تاع رجال مع الشعب اللبناني، بعثنا له باش يكون عنده الضوء. فهمتوا القضية؟ ستادير هادو لي هاد لي بريز دو بوزيسيون مع الصحراء الغربية، مع فلسطين، هادو كامل لي بوزيسيون هادوما الجيري تجيني ما نطبعوش، ماشي مطبعين كيما هادوك العرب والمراركة اللي قدامنا مطبعين. ستادير عندنا دي بوزيسيون كونتر هاد الناس الخونة هادوما. دونك سكيفي هاد لي الغوفرنمون هذا ما لازم تعطيه ليجيتيميتي. واش نديرو باش ما تكونش عنده ليجيتيميتي؟ لازم نحرضوا الشعب الجزائري، نمبلوزيوه من الداخل.
فهمتوا القضيه. شوفوا سمعكم واحد الفيديو تاع واحد اسمه عشاشي، رشيد عشاشي، هذا سي جورناليست ماروكان يخدم في ماروك 360 ويخدم في تلكل. شوفوا كيفاش يقول لك لازمنا نبلوزيو الجزائر من الداخل ونوضوا لهم ديال سيفيل هكذا سونسكريبي، لا يقولها نورمال هكذا، تبعوا من هذه جديده غير كيما. شوفوا نوري لكم مش تعرفوا. اوكي تبعوا مليح باش نوري لكم وشنو هي كما يقول لك هاد الانتخابات هادو وشنو هما لونجو تاعهم، سي كوا ماشي غير صوت على رئيس ولا لونجو تاعهم اللي كريسيال لينا حنا الجزائر. الوغ تبعوا مليح Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. Aujourd'hui, avec un recul de plusieurs mois, on revient sur une polémique en rapport avec des propos qu'a tenu Rachid Achachi lors d'un space, donc un espace de discussion organisé sur Twitter en avril dernier. Il aurait dit, donc, selon des internautes algériens, qu'il désirait une guerre civile en Algérie. Ainsi, il est temps aujourd'hui de revenir sur cet épisode afin de rétablir un certain nombre de vérités en donnant la parole à Rachid Achachi afin qu'il puisse s'exprimer loin de tout buzz et de toute polémique sur les vrais propos qu'il a tenus. Rachid Achachi, bonjour. Bonjour cher ami, j'espère que vous allez bien. Bah, très bien. Avant d'aborder le sujet avec vous, je tiens à signaler que le space n'existe plus, donc cet espace sur Twitter n'existe plus dans son intégralité. Il nous sera donc difficile de contextualiser les vrais propos, mais on a un audio un peu plus court. On va entendre vos propos tout de suite pour que les auditeurs se fassent leur propre avis. Qu'est-ce que moi je pense de l'Algérie ? Ce que je pense peut paraître immoral, mais... quand on fait de la géopolitique, il faut quand même un peu mettre la morale de côté. On peut la réintroduire après, à une autre échelle. Mais ce que je pense, c'est que le Maroc doit tout faire pour provoquer une implosion du régime algérien, quitte à cela se traduise par une guerre civile en Algérie. Je suis désolé, c'est la géopolitique, c'est ce dont rêvent les Algériens. Bah... comment comprendre ces propos qui alors... le Maroc a provoqué une implosion dans le gouvernement algérien. Il dit que là, il n'y a pas d'intérêt. Non. لازم نبلوزيو هذا الغوفرنمون طربقوه والمروك هو لازم يجي تما شكون تما صهيون بيان سور هادو كاع يخدموا تحديد صهيون علاش باسكو ما قدروش الغوفرنمون الجزائري سوفران ما قدرولوش غادي ياخذ ديسيزيون تاعو ما يسالو حتى واحد ما يسالو ما يسالو نظرهم في لا فامي لا لا بوك مونديال لا حتى حاجه غادي لازم نطربقوه الغوفرنمون سمعتو سموش اكسبليكي روحو شوف Disons-le, effectivement, peuvent choquer comme ça de but en blanc. Oui, ça je comprends parfaitement, d'autant plus que les gens qui n'ont écouté que ce court passage et qui n'ont pas les moyens de contextualiser mes propos dans le large contexte qu'est le tchalk dans son intégralité, effectivement, le mot guerre civile, Algérie, Maroc, État, vœux, machin truc. Alors, on va commencer par une petite analyse rhétorique, uniquement des mots que j'ai prononcés. Donc, ce que je dis, j'ouvre les guillemets, ce que moi, je pense de l'Algérie. Donc il y a le mot « moi ». Oui. Donc, je ne parle ni au nom du gouvernement, ni de l'État marocain, ni de l'État-major, ni de l'armée. C'est des propos individuels, personnels. Voilà, qui n'engagent que vous. Tout à fait, parce que je suis très précis dans les mots que j'utilise. Deuxièmement, je dis « peut paraître immoral ». Donc, mes propos ne sont pas immoraux, mais peuvent effectivement choquer, comme tu l'as dit. Donc, peuvent paraître immoral, donc c'est une... peuvent paraître immoral, et que tu le connais immoral. Ah oui, t'as un plausible zéro, il y a Al-Qaïda... الإرهابيين تاع العالم كاع اللي جاوا الجزائر ما قدروش تقدر انت بالمروك ديالك. شوف هذه باش نوريلكم يعني كيفاش عندنا العديان بزاف. حط لكم لتحت شوف تسمعوا واش يقول. على كل حال استدير تشوفوا كيفاش الجزائر كيفاش مستهدفه، لان الدوله الجزائريه والجيش الجزائري حاكم البلاد كيما لازم. كيفاش تعرف كيما لازم حاكم البلاد كيما لازم؟ باسكو هادو حبوا يطيحوا الدولة تاعنا
باش تمبلوزي طرطق وتنوض غير سيفيل. هذا واش راهم حابين كاع الصهيون كامل فرنسا كامل كامل. وريت لكم فيديو على هذاك دريون كور اللي يهضر يقولك الصحراء ماشي تاعهم عطينا لهم حنايا والصحراء الاخرى تاع المغرب عطينا لهم حنايا والبروبليم تاع الساحل باسكو حنا عطيناه الجزائر. وريتها لكم صافي كلكو طون قلت لكم شوفوا شنو يبريباريو. دونك هاد لي سيليكسيون تاع غدوة تاع دري امبورطون باسكو الجزائر تسحق شعبها باش يروح يفوضي. تقول لي علاش الفيديو اليوم النهار الاخر باش تقعد لكم في راسكم باسكو لو كان دير عندي سمانه ولا 15 يوم تروح اليوم الصباح كي تنوض تشوفها في الجزائر الفيديو لا شتها هذه تم عندك 20 مينوت تخمم اسكو نروح نفوطي ولا لا لا ما تقعدش تخمم يا مات بزاف شير بلاص لازمك تاخذ المقدم تاعك. شوف نزيد نوري لكم المغرب كيفاش راه يخدم بيان سور مع الصهيون تبعوا مليح. في ميديا يجوزوا هذاك وليد كبير مع واحد مغربي اوكي شوفوا هاد السيد واش يهضر في ميديا بون هنا يورو هذاك وليد كبير هذاك طورو هذاك راكم تشوفوا دوك نوريه لكم بعد هذاك. فعلا هذا سؤال مهم لكن حتى اتفاعل مع ضيفكم اخ العزيز بخصوص موضوع الانتخابات الداخليه في الجزائر. اظن ان فعلا الاشياء حسمت قبل ان تبدا هذه الحمله وحتى اثناء سريانها. أكبر دليل على ذلك وأن أحد المرشحين الثلاثة الرئيسيين هو بن قرينة لاحظنا أنه يشير إلى أنه لا حديث عن المركز الأول. هو ماشي مترشح بن قرينة شوفوا واحد حمار ماشي مترشح بن قرينة يعني عملية الانتخابات ستهم المركز الثاني أما المركز الأول فهو محسوم بنسبة تفوق 80-90% وبالتالي أكثر من ذلك قال إن موقع الرئيس الحالي هو خط الأحمر لا ينازه أحد. بالفعل هذه التصريحات أثارت الكثير من الجدل لكن هي تعبر عن واقع للأسف يعيشه النظام الجزائري في الداخل خاصة وأن هذه الهيمنة العسكرية واضحة حتى مجلة الجيش التي ذهبت قبل بضعة أيام فقط للكتابة بأن الرئيس شتبون نجح في مواقفه وفي عملياته وهو الأفضل ليكون رئيسا للجمهورية إلى آخره. وبالتالي أعتقد فعلا أن العملية حسمت وهذا ما يؤدي إلى هذا النوع من الكساد في عملية التفاعل الداخلي للمتنافسين حول هذا المنصب. لكن ما سألتموه بخصوص الجوانب الخارجية لعملية الانتخاب نلاحظ أن كل نظام خاصة هذا النوع من الأنظمة عندما يحاول دخول مثل هذه الحملات يحاول تلميع صورته على المستوى الخارجي بشكل أو آخر بما في ذلك اختلاق أعداء خارجيين وهذه العملية للأسف ترافق النظام العسكري في الجزائر منذ عدة عقود. يعني الآن الأمور أخذت منحا آخر مثلا عندما اعتقل شخص مغربي في تلمسان وهذه حادثة أثارت الكثير من الجدل ولم تكن لتوريه لولا أن السيتبون عقد مجلس الأمن الوطني بهذا الخصوص ونوقش الموضوع مع أن كل الأخبار التي تناقلتها أجهزة الإعلام كانت واضحة وبسيطة تقول بأن شخصا كان يسير في شوارع تلمسان فإذا به تبين أن لديه تصرفات مشبوهة فتم اعتقاله. لحد الآن ليس هناك أي سمعتوا الجيش 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 النظام هو سمع عنده النظام مطبع راكع للصهيون دولو بلادو هكذا سينيا معهم ديزاكور بوابر تاع الصهيون يجوا يحطوه في طنجة بوابر تاع باطوط كار تاع الصهيون باش يروحوا يضربوا الغزاويين الفلسطينيين وهو يتكلم على الجيش الجزائري والانتخابات والشي محسوم مبدا من لعبتي بطا ايه شي محسوم كيما عندكم شي محسوم علاش انتم ما عندكم انتخابات تحير شفتو. شوف نزيد نوريكم ديروا خفيفه هذا الفيديو هذه باش ما نكثروش بزاف تبعوا مليح. هذا كذلك هذاك وليد كبير يهضر
صحفية بمحكمة تلمسان ندوة صحفية للحديث عن شبكة التجسس. هذا أمر يستحضرني ما وقع في سنة 2014 عندما ما كاش تجسس حكموا لي ديسبيون ماروكان قالك ما كاش تجسس حبوا يغطيوها وهذا يعرضوه ميدي آن. بصح حنا لي شان تاعنا كيما ار 24 مثلا ما زادوش عرضوني علاش باسكو قلت الحقيقة هما هذا الجزائر يجيبوه الميدي آن باش يهضر ضد الجزائر ويصفقوا له ويديروا له الاسم ويلونسيوه. حنا لي شان تاعنا ناس كيما حنايا لينا ندافعوا على البلاد عندنا 14 سنه فهمتوا اكو فهمي شنو نقول لكم استادير تعرفوا باللي كاين اعداء حتى داخل الاجهزه نتاع الاعلام تاعنا غيره بعد يقول لك علاش كيفاش هذه حنا على بالنا بها بصح الجزائر تسحق شعبها باش يروح يفوطي باش في الخمس سنين اللي هم جايين ومن بعد مرادية تم نحضروا تاع الصح وشنو هي المعارضة نعطوا روحنا خمس سنين باش نبنوا روحنا فهمتوا ما هاد الانتخابات مهمين بزاف 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 فهمتوا شوفوا مليح نقول لكم شوفوا نوري لكم شوفوا هاد الفيديو ثلاثة خبتاء داروا وجارينيو على الانتخابات في الجزائر تبعوا مليح نوري لكم الله وليد كبير انور مالك عبودي هشام شطحت العيون انتخابات في الجزائر هشام عبود وليد كبير وأنور مالك في ندوة سياسية حول رئاسيات الجزائر وما عندهم هادو شي تريز امبورطون ولكن احنا عندنا شعب ماشي امبورطون هاد الانتخابات سي كادو يغلبوك وانت تعطي لهم باش يغلبوك باسكو ما في صح ما يسوى والو بصح هما راهم يخدموا لهاد الشيء هذايا تبعهم ليه شوفوا واش يقول لهم انا هشام عبود هذا اللي يعني فيه ضد قال في حالة ما راحت حالة ما يلزم الشعب وما بقات الشعب يلزم الثوم ينحي ما يلزم الشعب وما بقات الشعب يلزم الثوم ينحيهم واليوم فكينا فرصة لما الشعب يقاطعهم يقاطعهم هذا قبل ما يدير أي شيء رايحين يديروا يتزعزعوا ويقضوا ذاك الوقت مظاهرات ما تشدوش عادي لازم الشعب يقطع وكاع ديسكسيون دارت هكذايا بيناتهم خدموهم شوف هادو يخدموا على المخزن على بالكم كامل الصهيون كامل سيرتو هذاك اللي في الوسط باين عيناني حتى الفلسطينيين قال كي ارهابيين يعني لو كان انت الجزائري تقاطع الانتخابات غدوة ستادير انت تمشي مع هادو تمشي مع الصهيون ما تقدرش تحكي لي حكايه واحده اخرى كي تمد لهم كارطة لهادو تبع واش راهم يقولوا قطع تما انت تبع دهبود هشام وتبعت انور مالك وتبعت هذا وليد كبير وتبعت ميديا وتبعت المرفوق هاد الانتخابات كي تروح تفوت ياسك راح تحمي على تبون بلادك لازم يعرف العالم بلي الشعب واقف مع بلاده زيتنا في دقيقنا كان مشاكل بيناتنا احنا نريقلوها بيناتنا بصح باش تسناو الشعب يقاطع احنا ما نقاطعوش زكارة فيكم ما نقاطعوش روح فوتي بلون يا حبيت روح فوتي بلون يا بات بروبلم روح فوتي بلون تيوا هاي بينا وتقول انت الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني للسل ايطاليا وحامي عليها صح هما الجزائر ابار يا منافدين سلاح عليهم على الصهيونية بصح ليا وحامي على الفلسطينيين هكذا المؤتمرات الدولية هما الجزائر تضرب هاد الدولة ما تروحش تفوتي تقول لما نفوتيش بويكوتي الفوت ايبا تعطيهم دريعة شابة تسمى تجي ضد الفلسطينيين وضد اللبنانيين اللي يقول لك الجزائر شرفاء بعتونا الغاز والفلسطينيين يقول لك أم معنا فلوني واقفين كما قالوا هذاك الامباسادور تاع لابالستين روح قمامي قالوا اني موراك انا هذه باش تعرفوا العديان تاعنا كيفاش راهم يخدموا
العديان تاعنا راهم يخدموا مع الناس اللي بويكوتيو بويكوتي ما تفوتيش ما تروحش تفوتي ما يقولكش ما تفوتيش تبون ما تروحش تفوتي اصلا كامل انا نقولك روح تفوتي ديرها لو كان بيضاء سيتو روح برك اوقف فوتي ما تفوتيش اسيدي تبون ما تفوتي حتى واحد باسكو هذا هو لونجو ماشي علم من تفوتي اسكو الشعب يروح يفوتي ولا لا هذه هي المخ الهضره فهمتوا كيفاش زين نوريلكم شوفوا نوريلكم واحد الارتيكل داروه جورنال ماليان سيت ان جورنال ماليان هذايا يقبرك برك نسكم هاد ليماج هادي باش نقراوه كاع كيف كيف صح يقول لك انفو غوف هادايا يقول لك لو مالي نو سيدرا با او شونطاج شوفو مليح انفيتي ا بروند لا بارول لوندي 26 اوت 2024 لورد لا سيونس كونساكري او 75 انيفيرسير دو لادوبسيون دو لا كونفونسيون دو جنيف ريبريزونت بيرمانون دو لالجيري او بري دي ناسيون زوني لامباسادور امير بن جمعه ا ميبريزي انفير ا ميبريز كلوب انفير نوتر بيي ابلي ا لا نيسيسيتي دو ميتر ان تيرم او فيولاسيون كوميز بار لي ميم زارمي سي زارمي بريفي ا لا واغنر لالجيري كي دارو شكوب الماني في لونو بصح حنا لارتيك طويل نحطوكم تقراه من تحت يقول لك واش يقول لك هنايا تري بيل اي بيوز مانيفيستاسيون دي تادام سي نو فيني فود سي نو فيني دو لوتر كوتي دو لا فرونتيير لو ديسكور دوفري فينير دو تو لو موند سوف دو لالجيري تسمى الجزائر عندهاش ضربه تهضر على الضربه هما باسكو هنا يهضروا على تسمى كيفاش قتلوا هذوك الازواديين بومبارداو الدراري وكذا ما قالت لاجيري ما عندهاش دروا تهضر عليه علاش ما عندهاش دروا تهضر على شي حاجه هما لي ماليا هادو هما الميتين بالشرع هادو بالحفا هادو هكذايا يقول لك باسكو لي اون تو بوين لونتيتيز دو سو دو اي دو سو ريبريزونت نوتر فواز دو سو كو ريبريزونت واحد الفرنسي ما تفهمو والو يا دو سو كو ريبريزونت نوتر فوازان ديفوني ميكونيسابل كي فان دوبليي كو تو لي مالور كو نوتر ناسيون ا سوبي بروفيان دو دان جروب لي فرونسي de d'un groupe armé non étatique algérien قال قال لي مالور تاعنا جاوا مع الجروب ماشي حكومي هكذايا créé par l'Algérie composé d'Algériens financé par l'Algérie et renvoyé au nord de notre pays par l'Algérie ce groupe salafiste pour la prédication et le combat qui est devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique puis l'État islamique au Grand Sahara c'est-à-dire Al-Qaïda l'Algérie est financé hein شوف ديك الكذبه كذب الحملاوي هذا في الميمينيس تاعهم يهضر هكذا شوفوا يعني الحقد على الجزائر كيفاش راه وهادو كاع مطعمين امارات صهيون مروك فهمتوا شوفوا نوريكم لارتيك طويل على كل حال بصح نجيكم على كيفاش يهضروا على لي زيليكسيون تاعنا شو واش يقول لك هنا شوف selon le site 360 al Maroc hadaya plus le jour J du vote de la présidentielle anticipée du 27 septembre 2024 approche plus ça il حق النهار تاع الفوت plus le régime algérien persénère يتنرف بحر en cause le rejet massif de cette parodie électorale que les Algériens considèrent comme une mascarade visant à leur imposer à nouveau un président illégitime. Des dizaines d'opposants politiques ont été arrêtés en Kabylie durant la seule journée de mardi dernier, alors que d'autres ont été strictement interdits de s'exprimer dans les médias et sur les réseaux sociaux. Écoutez-vous, avec les élections. Guy Vizio a les élections.
باللي الجزائريين يا الشعب رام يقول لكم هاد العريان تاع الماليا هذا وهذوك العرايا تاع المروك رام يهضروا باسمكم ورام يقول لكم باللي نتوما ما راكمش راحين تبوظوا جاب يا ربي باسكو يعرفوكم ليه ما شكيتش اظن نتوما هاد الناس لازم تجاوبوهم هادو عديان تاعنا باينين هادو رام يقولوا لكم نتوما ما راحينش تبوظوا وما تروحوش تبوظوا تسمى ما مش يقولوا تبون ما تفوتيش عم يقولوا الشعب ما يفوتيش عم يقولوا لكم العديان تاع الجزائر عم يوروا لكم باللي ما لازمش تروحوا تفوتيو ودوا انتم ما تبوا راسكم سي تافو ديفوار انا ما نشدي من عود جديد حتى واحد انا نقول نوري لكم لي في برك الجزائر السلبي اللي ما هوش شونغر ليكونومي طالعه ما كاش دقيقه برك نشوفوا واحد العفسه شتو كيفاش الفوت يهضروا عليه هادي باش نوري لكم برك دقيقه برك الور دونك هذا دوكا جيتكم للمالي مروك جيتكم للمالي اوكي باش تعرفوا دوني دقيقة برك نقول لكم نشوف واحد العبسة ألوغ شوفوا برك واحد القضية هنايا امبورطونت نسيت باش نخرجها برك اوكي بون شوفوا مليح هذاك نحينا اوكي دوك نوري لكم المغاربيه مثلا كيف كيف لا ميم شوز شوفوا المغاربيه هادي نحيوها اوكي هادي نحيوها انتي شوفوا المغاربية مثلا أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الفقرة من التغطية المباشرة والمتواصلة من قناة المغاربية في لندن لفعاليات رئاسيات الجزائر 7 سبتمبر غدا السبت 7 سبتمبر 2024 موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر انتخابات رئاسية يأتي موعدها بعد حملة انتخابية مثيرة للجدل في شكلها وفي مضامينها أيضا انتخابات تأتي مصاحبة لها حملة اعتقالات طالت النشطاء حملة اعتقالات يسمعك داخل الحبس وكان الجزائرية والسياسيين والإعلاميين وأصحاب الرأي المخالف لرأي السلطة أيضا انتخابات تأتي وقد صاحبتها أيضا حملة تخويف وتخوين لكل صوت حامل لراية مقاطعة هذه الانتخابات كموقف سياسي جاءت أيضا هذه وتأتي هذه الرئاسيات مع حملة غلق إعلامي وغلق سياسي في الجزائر وأيضا سعي رسمي من الجزائر لإسكات قناة المغاربية والضغط على الشركة المتعاقدة معها لضمان البث عبر الساتل لوقف بث قناة المغاربية أثناء هذه الانتخابات إذن حملة اعتقالات و كل ما يجوا لي زيليكسيون
المغاربي يقول لك أمغلقونا القناة الجزائر بلا حتى براف، ما جاب حتى براف يقول لك غلقونا. زعما هو دار شهادة، دوك نوريها لكم، دار شهادة زعما جاب لنا براف بصح ما ورانا والو، كلام في كلام. يقول لك حبوا يغلقونا قناة المغاربية الجزائر، النظام الجزائري، باش يوروهم زعما فيكتيم، لما هما شغل كلمة والنظام الجزائري يغلق لهم زعما، باسكو هما يعيطوا على كما يقول لك مقاطعة الانتخابات. شوفوا مليح يا الخاوة، تبعوا مليح، نوري لكم واش يهضر دوك. نكذبوها دوك، تشوفوا كيفاش نكذبوها الكذابة هذايا. هذا لحقته حتى هو ولا يسب فيا، ما قدر ليش، ما قدرش يجاوبني. شوف راهي عينك، شوفوا واش يقول هذا الكذاب. ودوك نطيحوها، نطيحوه بواحد من عندهم هكذا اللي كان معاهم على ليبوك، هاي ليبوك، و كما يقولوا ولا كما يقول لك الضمير تاعو، شاف الضمير تاعو، ولا كما يقول لك الجزائر ولا الوطن، ولا يدافع على وطنه ضد هاد الناس اللي كان هو معاهم. تبعوا مليح، شوفوا واش يقول. ما اقول اليوم سابدا بمعلومه، ومعلومه مهمه جدا، هذه معلومه وصلتني من مصدر موثوق، موثوق جدا، عن مصدر مسؤول. ما هو يقول لك هذا مصدر موثوق، ديجا هو ماشي موثوق ويقول لك مصدر موثوق، كاش واش كل مصدر هذايا، ما امن نقول لك موثوق، امني وخلاص. تبعوا مليح، مسؤول، ووضح انه هذه معلومه، معلومه خاصه تصلني من مصدر موثوق جدا عن مصدر مسؤول. تقول المعلومه أن الشخص الذي تقول المعلومة أن الشخص زعما شغل عربية ما كاش هو. تقول المعلومة أن الشخص الذي تكلف أو كلف بمهمة الاتصال بشركة الشركة المتعاقدة مع ما كاش اسم الشركة، ما يقولكش اسم الشركة يقول اسم الشركة، اش ما تقول اسم الشركة، قناة مغاربية لضمان بثها على الساتل والمتعاقدة طبعا مع قناة المغاربية، الذي كلف بالاتصال بهم لعرض خدمات وصفقات بأثمان، نقول لك مبالغ، نحكي على مئات الآلاف من أوروات، وإذا إذا صح التعبير أقول من الدولارات. هذا الشخص اللي أقول تكلف أو كلف بهذه المهمة هو مدير هيئة البث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، السيد رشيد بسطام. هذه هي المعلومة. رشيد بسطام راح يديبوزي بيك بلانت، هذه هي المعلومة. انسيك الشركة اللي راك تكون تبلي شركة كورومبي، عطاو لهم دراهم باش ينحوا قناة المغاربية، الشركة هذيك راح تدفع، راح دير بيك بلانت، وبسطام راح يدير بيك بلانت. نعطيك نعطيك معلومة من مصدر موثوق، دوك تباصي يضربوا باصي تعاود يخلصوا معنيك وليد عباسي مداني. هذه معلومة نعطيها لك، ماشي انفورماسيون، معلومة هكذايا، يعني كيفاش يقولوا، ماشي ماشي معلومه، هذا مصدر، مصدر ما كاش موثوق. اش فاش راني نقول لك، هما راحين يبدوا لي قضيه باش تفهم برك. دونك هاد قناه المغربيه اللي يكذب ويقول لكم باللي غلقوها لنا الدوله الجزائريه، يحيى مخيوبه الله يذكره بالخير هكذايا جبد روحه منهم، خاطش فاق لهم باللي خوانا راك فاهم، ودار فيديو هضر عليها باسكو يعرف مليح المغاربيه ويعرف لي جورناليست اللي فيها، وكان يخدم في قناه العصر وكان يتصل معاهم وكل يعرف، قال خرايب واش كاين، فضحوا فضحوا. شوفوا سمعوا مليح، نوريكم يحيى واش يقول.
نوريكم. اسمعوا مليحة. دار فيديو اليوم شابة. لاباج فيسبوك تاعو تسيبوها. À construire un contrat de confiance entre l'État et sa population. هاد الناس اللي راهم في الخارج نروح للدوزيام بوان يكتبوا كيما قلت يكتبوا اترافير دي ديسكور تاع ازمه تقنيه فهمتهاش واحد قال لك الجزائر راهي كجهنم قالها المرشد alors qu'il a pas mis les pieds en Algérie depuis 40 ans et surtout نولي البيان اللي دارته قناه المغاربيه منذ ايام اللي تقول باللي حبسونا البت عبر الساتيليت اثر ضغوطات من النظام الجزائري. انا جو بورتي ان تيمونيا الشهاده لله وللناس تبقى للتاريخ واللي حاب يامنني يامنني واللي ما حبش يامنني ما يامنش واللي يعرفني شخصيا سيل فو فيريفي ولا افوار بلوس دو ديتاي لا كامابلي وزيد نحكي. قناه المغاربيه تكذب. قناه المغاربيه عندها دو بروبليم. لو بروميي بروبليم سي ان بروبليم فينونسي. المشكله الاولى هي مشكله ماديه. Les ressources financières, les abaoms là pendant les heures, nous sommes les principaux bailleurs de fonds, les coûts d'arfons, du mat d'accueil extérieur, nous sommes le financement de la canne de l'Arabie, les nous chauffons, les mettons, ils ont espéré que le Maghrebia soit un vecteur de mobilisation générale pour faire craquer ou la chuter vers l'État algérien. Ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi, donc. Ouhouma, surtout, ils ont une crise économique sous Bladom, une sécheresse, etc. Donc, ils ne donnent plus assez d'argent comme ils le faisaient en 2019, en 2020, en 2021. Adil Loula. Tenien les parts à l'Qanet, c'est bien une femme maghrébienne, Aïcha Fébamba. Ah. Dis Mata, min Sahafiyin Maghrébien. Tenien, qu'un Sahafiyin t'a maghrébienne. Smato. T'bahat l'mara maghrébienne. Adil Yahya, ou yahdar machine, n'importe qui. ماشي مصدر موثوق هذا هو المصدر يقول لك انا هو المصدر توك تسمعوا يا صالح يا كذاب depuis 6 mois la 7 mois خلصوش ils ont la société تاع المغاربيه qui le faisait en 2019 en 2020 en 2021 هذه الاولى ثانيا لي بار تاع القناه تبع وحده امراه مغربيه عايشه في لندن هذه سمعتها من صحفي ثالثاً كان صحفيين تاع المغاربية هنا في باريس ما خلصوش depuis des mois depuis 6 mois 7 mois ما خلصوش ils ont la société تاع المغاربية qui était à Paris غلقت وكي راحوا يجيبوا لي دواء وشوماج تاعهم الصحفيين والتقنيين قال لهم ما نقدروش باسكو elle a été sous liquidation judiciaire donc c'est un liquidateur judiciaire c'est lui qui a repris l'affaire pour liquider les avoirs et les dettes les actifs et le passif, voilà, c'est sur le plan comptable d'un hadro. Quand les hommes ne risquent pas d'augmenter sa son travail, parce qu'on peut dire au chômage, parce que vous n'avez jamais été déclaré. Votre employeur ne vous a jamais déclaré. Donc, l'employeur de la Maghrebia, les مشروع الاجتماعي داخل القناة تاعو, مشروع فاشل, مشروع تاع اسكروكري الناس, يخلص الناس بالكونت غوت ويحوس يحرت على الناس. Où ils utilisent parfois leur statut d'étudiant, de commerçant en France, mais ils parlent italien. Mais tu as un projet fâché. Tu vas sur le canal de la télévision. Le canal qui dit que dans la fin du mois, ils vont finir les gens chaque fin du mois, que ce soit les gens du secteur public ou le secteur privé, et surtout que toutes les retraites affiliées à la CNR, que ce soit de la fonction publique ou dans le secteur privé, ils vont finir la fin du mois. نتين نخدم اللي كان يخدموا عندك ما كنتش تخلص عليهم لي شخص وصال لي باترون وتجي لهم تقول لي تغيير ومن بعد تجي تحصلها في النظام تكون النظام دار عليا دار ضغوطات على الصادي لو دوزيام بوين وغادي نحكي لكم اخواني اون 2019 الى تشفاو اوتيلسات كانت تخرج في اوتيلسات ساتيليت فرنسي سيج تاعو اوروبيان سيج تاعو هنا في باريس بالاخ في 15 قال لك بالليك منعونا ودارونا الضغوطات وحنا درنا تجمع انا شخصيا راحت امن بالليك ضغطوا عليهم على بروش دي زيليكسيون بريزيدونسييل تاع 12 ديسمبر 2019 ابري سا سافيري مي كفو كاش منها سي كوا البروبليم على ليبوك
c'est que le statut juridique li daro ولد الشيخ كما يسموه الله يرحمه على كل بابا statut juridique مخلط ما كانش حتى صافي كلش مخلط pour payer moins d'impôts تهرب الضريبي ما كانش حاجه صافيه نشوف انا على الايبوك كنت مازال في رشاد اي على الايبوك مرادينا اللي كنت معاه في رشاد اللي تي ريسبونسابل بال avant اللي تي ريسبونسابل لا ديفيزيون تاع اسمه تاع كما يسابل تاع قناه العصر اللي كنت نخدم فيها انا كصحفي دونك هاد لا كيسيون تكنيك تاع الدوسي اللي ريلاسيون مع لي ساتيليت كان يفهمها ويعرفها مليح كنت لا دوموندي افوار لو دوسي بور بوفوار ابورتي سون ايد باش يعاونهم عطاو له بعثوا له بار ميل وشاف لي زيشونج بار ميل والديفو كان في المغاربيه ما كانش في انترسات انترسات عند ان انسومبل دو كريتير ا سويفر ولا دي كريتير ا ساتيسفير بور كو القناه تاعها تكون ديفيزي في انترسات السيد نا جامي ريبوندو لهذوك لي شروط il a été renoncé et renoncé khorda et c'est les mots تاع مرادينا اذا راني نقدم يخرج مرادينا ولا جماعه اللي مازال في رشاد يقولوا يحيى الخيوبه راه يكذب لو دوسي مغاربيه في اوتنسات كان خردة et c'est les mots تاع مرادينا et je pense pas يكذب parce que même moi كان متاسف moi j'étais choqué يعني انا من الناس اللي راح درت manifestation devant اوتنسات كنت مأمن باللي النظام الجزائري دار ضغوطات على اتلسا دونك سي لا و جي كومونسي يا يا الناس بون لافير تلمت ils ont trouvé une solution راحوا داروا واحد القناه اسمها اوراز ومع مور اوراز وكان ils ont changé de satellite راحوا لايتسات وعاودوا ولاو مغاربه اوكي بصح اليوم لا ميم شوز اي جيماجين كل خرده اللي كنتو دايرينها مع اتلسات راكم دايرينها مع الساتيليت هذا شكون سي نايتسات سي ساتيليت ايجيبسي شكرا دونك اذا نتوما خرده وموديل بوليتيك سوسيال تكنيك خرده ما تجيش تقول النظام نديرو التغيير ونديرو الديمقراطيه ما تسخروش بيها يفو اتر كريديت كونت اون ديفون لا ديموكراسي كي ا ميزيو نيكزيست بلو جو ني كروا بلو نقولو الكوار جو ني كروا بلو او بير نويل إلا ديفوندي نظام ديمقراطي وحريات واه 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 سي بو كون انت مسكر ماشي انت معوج دو ديبي على فان وتجيب لي النطيحة وما أكل النطيحة وما أكل السمع في القناة تاعك غير لي وجعو ظهرو وتحط لي واحد خبير في 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 اسمو في خبير في الشؤون في المخاطر وعلو روك المسكين السيد في لانسوندي بون باكرام نيمبورت كي يجيبو باسكو يقطع في الجزائر حتى اللي واجعاهم دارهم الوغ كو زعما نتوما اسلاميين كي نتوما في المغاربيه وحتى المرشد جابو دار معاهم دير يعني ولا في اوكان سكريبول ما تحشمو ما تخافو ربي ما تقولي حرام ما والو جيست اضرب 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 النظام اون اسبيرون كو ليتا سي فوندر هادي فوتها سي فيني والناس اللي نقول لكم اولهم انا وحكايتكم خلاص سو سون اوروب لا اون الجيري حكايتكم اون ماجوريتي تاع الناس خلاص les gens ont compris en tout cas les gens sensés qui ont du sens et qui ont de la réflexion qui ont du raisonnement ferme donc انت يا موديل تاعك sur le plan technique خرده انت ما تخلصش الناس انت تمارس الابتزاز مع الصحفيين تاعك انت ما ديكلاريش الخدامين تاعك تجي تقول دير بيان وتكذب وفي القناه تاعك تقول النظام يمارس علينا الضغوطات باش يحوش يدير بك النظام يعني نهار كانوا 20 مليون في الشارع النظام ما تخلقش تخلق منك اليوم هذا مش خروج دوطون بلوس كو في البيان اللي داروه قالوا وسوف تبقى المغاربيه صوتا للشعب الجزائري هذا الشعب الجزائري واسمها المغاربيه نورمالمون تكون صوت للشعوب المغاربيه صوف اذا الشعوب المغاربيه الاخرى كامله تعيش ديمقراطيه وحنا ما على بالناش وحنا رانا في ديكتاتوريه اه لا وي جو كومبروندري ميو تما نتفاهم البيان تاعكم اه وي لا لازم تهضروا على الجزائر برك ا مون نيفو لا ا مون دوغري دانفورماسيون لو بلو موديست كاينه ديمقراطيه في الدول المغاربيه كاين دول مغاربيه ديال لا فينونسي فيكم معارض حاشاكم سمحوا لي على المصطلح يحطوا فوق قرعه
شركة أغيري في الجزائر ما شناش اللي زالي الأخرين. دونك علاش غير الجزائر؟ يكون سمحوا المغاربية هدروا، هدروا على موريتانيا، هدروا على ليبيا، هدروا على المروك، هدروا على تونس، إحنا ما تهدروا غير الجزائر. زيد يقول لك وسوف نحت في إطار القانون احتراما القانون القانون الدولي. إيه القانون الدولي يا سي السي ولد الشيخ تاع المغاربية؟ نفكرك بلي القانون الدولي بون نحبسو هنايا بور هاد لا فيديو تاع يحيى كي تري كوراجو. يعطيك الصحة يحيى، بارك الله فيك. نقول لك الرجوع الى الاصل فضيلة، ويحيى سي با نيمبورت كي، يحيى سي تادير جبد معاهم parmi les opposants virulents اللي كان ضد الجزائر ولقناة العصر مع رشاد ومع المغربيات. تسمى كي راه يهضر انا هو المصدر الموثوق، ماشي كيما الاخر قال لكم تبيتكم مصدر موثوق ما تعرفش شكون، مع الشركه تعقد مع ما على بالك شكون، شنو هو مصدر موثوق هذا كي يهضر كريديبل عنده مصداقيه. علاش بيلي تاعهم وفهم الحمد لله اني جامي طرو طار بور بيان فار ورجع لاصلو استادير وراح بوطا وكوراجو راهو يهضر وكوراجو عنده الكوراج سي كالكان كو جو ريسبكت بوكو. انا عندي اتصال معاه نقصر معاك اش نهار نجيبو لهنا نديرو انا وياه نديرو ان ديبا هكذا معاكم باش تفهموا بيان شنو هي القضيه للجزائر. هذا دونك الشعب الجزائري ما شاء الله لازمو يروح ينوضي فوطي باسكو الجزائر تحتاج الى شعبها، ماهيش محتاجه لعبد المجيد تبون، ماهيش محتاجه للجيش غدوه، راهي محتاجه للشعب الجزائري يوقف يهب كراجل واحد باش يوري الاعداء كاع بلي راكو غالطين في حساب الشعب الجزائري، ما يخليكمش تكسروا لنا البلاد. هكذا نقول لهم جبهه التحرير تدخل في الدار، تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.